السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حوار التاسعة. استلمت حكومة الكاظمي موازنة خاوية وأزمة اقتصادية وأخرى أمنية تدفع نحو تأزم الوضع الاقتصادي أكثر وبشكل غير مسبوق، إلا أن خواء الموازنة وأزمة النفط ليست العقدة الوحيدة في هذه المشكلة، فقانون الموازنة ما يزال يشهد عراقيل تعيق الحل المؤقت المتمثل بالاقتراض بعد أن تجاوز حجم الدين العراقي الداخلي والخارجي 134 مليار دولار. عن أبعاد هذه الأزمة وتداعياتها سنتحدث. تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بات مؤخراً كرة نار ترميها الكتل السياسية في ساحة الحكومة التي ترد بدورها قذف كرة اللهب لتنفي عدم تمكنها من دفع الرواتب الشهرية. أما الجمهور المتابع لهذه اللعبة بقلق فتهمه النتيجة النهائية، ويهمه أيضا أن لا تبقى جيوبه خاوية، فتأكيد المالية النيابية عدم قدرة الحكومة على تأمين الرواتب أجابت عنه وزارة المالية بإمكانية الاقتراض لتأمينها، فيما يؤكد المختصون خطورة وقوع العراق تحت المزيد من الديون الداخلية والخارجية. ومع أن الأزمة باتت تهدد كل بيت عراقي تقريبا، تستمر الأزمات الأمنية بالضغط على الاقتصاد تهدده أكثر. أمور تثير أسئلة: هل أصبحت رواتب الموظفين والمتقاعدين مشكلة يصعب حلها؟ وما مدى خطورة الاقتراض الداخلي والخارجي على الاقتصاد العراقي؟ وكيف ستؤثر أزمة علاقات العراق الدبلوماسية وإغلاق السفارات على الواقع الاقتصادي في بغداد؟ كل هذه الأسئلة نناقشها مشاهدينا الكرام في حوار التاسعة. ضيوفنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة: صالح الهماشي الخبير الاقتصادي، وينضم معنا فاضل نبي وكيل وزير مالية سابق، والأستاذ عبد الرحمن الشيخلي الخبير المالي والمصرفي. البداية مع الأستاذ فاضل نبي، نرحب بك مرة أخرى أستاذ فاضل ضيفا في حوار التاسعة. هل مشكلة الرواتب، رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق، يعني أزمة مستعصية، وهل فعلا تهدد المواطن أنها لن تكون متوفرة خلال الشهور المقبلة؟ شكرا دكتور، تحياتي لكم ولضيفيك الكرام ولمشاهدينا الكرام. حقيقة هذا الموضوع، لا يعني موضوع رواتب الموظفين ليست بهذه الصعوبة كما يتحدثون عنها كثير من الناس وبعض المسؤولين في الحكومة وفي وزارة المالية، لأنه الإيرادات العراقية، لو ننظر إلى الإيرادات، إيرادات النفطية وغير النفطية، يعني فقط الإيرادات النفطية كان للأشهر الأخيرة بحدود 3.5، يعني 3 مليار و500 مليون دولار، و يعني إضافة إلى الإيرادات غير النفطية اللي موجودة، يمكن يعني بالمعدل هي ليست بأقل من 500 مليون دولار. فلذلك السبب لا يوجد، أنا لا أشوف يعني حقا مشكلة في هذا الموضوع، ولكن لأول مرة ألاحظ في وزارة المالية بأنهم غير قادرين على دفع رواتب الموظفين. والسبب الرئيسي لحد الآن حقيقة غير معلومة، ولكن هم يقولون لا يوجد سيولة نقدية، فضلا عن أنه صدر قانون في مجلس النواب العراقي، قانون الاقتراض، وكما تعرفون يعني بحدود 15 تريليون دينار عراقي للاقتراض الداخلي و5 مليار دولار للاقتراض الخارجي. وهذه القانون صدرت في الآونة الأخيرة، وبدأت وزارة المالية بالاقتراض الداخلي، ولكن أنا يعني هناك علامة استفهام، طالما موجود هذه الأموال الضخمة 15 تريليون دينار وموجود إيرادات جيدة، يعني لو ننظر في بداية السنة، صحيح احنا فقط في شهر واحد كنا بحدود إيرادات النفطية مليار ونص، ولكن إذا تأخذ معدل للثمانية أشهر هذه
بحدود 3.5 مليار دولار، واحنا للرواتب ما نحتاج اكثر من 4 مليار دولار. ترى الكلام اللي تقال في بعض الاماكن او بعض الناس غير صحيحة بانه العراق تحتاج الى 6 مليار دولار للرواتب، هذا الكلام غير صحيح. انا كنت 10 سنوات في وزارة المالية ووكيل وزارة المالية، ما العراق للرواتب ما لكن تحتاج يعني ربما اخر دولار. مؤتمر صحفي للناطق، معذرة استاذ فاضل، اخر مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة يعني قال بصريح العبارة بان الواردات النفطية لا تكفي لتأمين رواتب الموظفين. دكتور الكلام صحيح، لان الواردات النفطية كان 3.5، وانا قلت الحكومة العراقية تحتاج إلى 4 مليار، ولكن أين الإيرادات غير النفطية؟ يعني إحنا عندنا إيرادات النفطية اللي موجودة في الموازنة والسنوات السابقة مو أقل من 10 تريليون، يعني بحدود خلينا نقول المعدل الشهري. هذه أيام اللي كان هناك هدر كبير خاصة في المناطق الحدودية، يعني فأين هذه الأموال؟ يعني أنا أعتقد الأموال صرفت على بعض الأمور الأخرى غير الرواتب، ولذلك سبب صار عندهم عجز كبير في هذا المجال. وإلا لو نرجع إلى الخلف دكتور، يعني في عام 2015 و2016 كانت الأزمة المالية يعني اللي حدثت في تلك الأيام طولت أكثر من سنتين وكم شهر، وإحنا دفعنا رواتب الموظفين في وقتها ولم تتأخر الرواتب يوما واحدا. وكان معدل إيرادات النفطية في عام 2016 3.5 مليار دولار، مثل ما موجود المعدل في هذه السنة. فأنا أعتقد هناك يعني لا يوجد خطة استراتيجية لدى وزارة المالية هو ولدى الحكومة. غياب خطة أستاذ فاضل، حتى نكون صرحاء مع الرأي العام، غياب خطة وعدم وضوح رؤية، لو أكو بعد سياسي غير معلن يتعلق بإحراج الحكومة ربما في مسألة توفر الرواتب وأيضا استحقاقات المتقاعدين. الدكتور أنا يعني من يحرج الحكومة؟ الحكومة هي اللي مسؤولة عن دفع الرواتب، وهي وزارة المالية بيد الحكومة. هناك قوة سياسية تصرح، قوة سياسية تصرح، لجنة مالية تصرح، هذه نضعها في سياق الإحراج، لو هذه حقائق ينبغي أن نتعامل معها. لا، التصريحات طبعا في سياق الإحراج التصريحات، ولكن العمل لا، العمل الحكومة هي المسؤولة، لأن يجب أن تكون هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي لتوفير السيولة الكافية. إضافة إلى ذلك اكو اقتراض خارجي، احنا عندنا اتفاقية SBA مع صندوق النقد الدولي اللي اني كنت طبعا كملتها في عام 2016، نهاية عام 2016. اتفاقية SBA كان بحدود 18 مليار دولار تحت تصرف الحكومة العراقية، عندما تريد تستطيع ان تسحب هذه الاموال. واحنا في زمني، لان اني كنت وكيل وزارة المالية الى الشهر الثاني عام 2017، يعني ما استفادنا أكثر من 2 مليار دولار يعني في تلك الحقبة من يعني الزمن. ولكن عندنا استحقاق الآن نتعامل يعني مع هذه يعني الأموال. أين هذه الاتفاقيات؟ نقدر نوصل لها ضمن هذه الاتفاقية؟ المفروض تجدد الاتفاقية، المفروض تكون هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول هذا الموضوع، لأن اقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دكتور قرض ميسر وليس قرض تجاري، يعني لا تتجاوز أكثر من 1% نسبة الفائدة، وغريس بيريود عالية جدا، وفترة الاسترداد ممكن تكون بين 15 إلى 25 سنة. فلذلك سبب هيك قروض لا يؤثر بشكل كبير على الحكومة العراقية. طيب، والحكومة العراقية أناقش موضوع احنا القروض، كنا ندفع الأقساط. نعم أستاذ فاضل، هذا موضوع القروض يعني موضوع أعقد من قضية يعني توفير رواتب الموظفين، يعني أريد أتيح له مجال واسع مع جنابك. ورحب مرة أخرى بالأستاذ عبد الرحمن الشيخلي. أستاذ عبد الرحمن، إذا أنا اللي فهمته بأن قضية وتصريحات المتعلقة بقضية الرواتب وتأمينها ومستقبلها
ولنهاية العام والرؤية في عام 2021 ربما غير واضحة في كيفية تأمين هذه الرواتب، وكأني يعني فهمت بأن الموضوع سياسي لدى العراق القدرة على تأمين الرواتب شهريا دون المساس باستحقاقاتهم. هل فهمي صحيح لما تفضل به الأستاذ فاضل؟ شكرا جزيلا أستاذ على هذا اللقاء، وأرحب بالأخوة المشاهدين وضيوفك الكرام. ما تفضل به الأخ الأستاذ فاضل نبي حقيقة تفصيل دقيق جدا، ونطى بيانات بالأرقام، وهو كان على اطلاع كبير جدا على هذه التفاصيل عندما كان وكيل وزارة المالية. جنابك دا تسأل حول الموضوع إن كان سياسي أو غير سياسي. هو طبعا دائما احنا نقول السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ومتلاصقتين ما ممكن الفصل بيناتهم. الآن الوضع اللي يمر به البلد الجزء الأكبر من عنده هو سياسي، وهذا السياسي أيضا يتعلق بالأمن، الأمن المجتمعي والأمن الوطني العادي للمواطن العراقي. كثير من المشاريع متوقفة، مصادر تمويل الميزانية لحد الآن هو ريعية. يمكن بالآونة الأخيرة بالثلاث شهور الأخيرة يمكن شهدنا بعض الإضافات للموازنة من خلال المنافذ الحدودية اللي تم السيطرة على جزء كبير من عدها، ولا زال الجزء الأكبر بعد لحد الآن غير خاضع للسيطرة. الجمارك والمكوس والضرائب أيضا هذه تشكل جزء كبير، ولذلك ما تفضل به الأخ الأستاذ فاضل في موضوعة الرواتب، نعم الرواتب مؤمنة بالكامل. إذا تحدث بالأرقام في موضوع الكميات اللي تدخل إلى الموازنة العراقية من النفط، هي بحد ذاتها كافية، خاصة بعد الارتفاع النسبي لسعر برميل النفط. ثم الإيرادات الأخرى اللي قلنا اللي تعزز الموازنة أيضا لها دخل كبير، فلذلك هو الموضوع أبدا مو موضوع عجز حقيقي، وإنما مسيس كل شوية. نعم يعني فعلا العراق لديه القدرة من الموازنة النفطية، أقصد من الواردات النفطية، عطفا على مساعدة بعض الواردات غير النفطية، أن يؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق. هذا الموضوع من الناحية الفنية محسوم. سيدي الكريم، هو بالأساس الخطأ هو مو من نانا، الخطأ كان أكو فد مثل شعبي يحضرني، اللي ما تعرف دابيرها حنطة تاكل شعيرة. احنا من البداية يعني لو نلاحظ قبل 2003 كان عدد الموظفين اللي بالعراق هم 1,300,000-1,400,000 موظف فقط، الآن عندنا أكثر من 4 ملايين موظف. عدد المتقاعدين اللي يأخذون رواتب، المتقاعدين اللي يأخذون تقاعد 70% من عندهم هم مو متقاعدين أصلا، ولم يستقطع من رواتبهم توقفاتهم التقاعدية، فلذلك هذا كلهم يشكلون ثقل كبير جدا على يعني الموازنة. فلذلك كان المفروض من وقت مبكر التفكير بهذا الأمر، والاعتماد على القطاع الخاص في هذه المسألة كان ممكن أن يحل كثير من المسائل. أنت تدري لحد الآن إحنا عندنا حوالي 25,000 معمل متوقف عن العمل الأهلي. هذه المعامل لو كانت تشتغل اولا راح تمتص العماله، وبالتالي ما راح نحتاج رواتب بهالكثر هذا. اثنين، راح تشغل ايدي عامله، ما راح تبحث عن مصدر رزق لها. لو تلاحظ الان احنا عندنا ما يسمى بالفضائيين من موظفين ومنتسبين وغيرهم، هذول كلهم يمتصون الموازنه ويأثرون على مصادر الدخل الحكومي. نعم. طيب، قضية الاقتراض هل هي حل برأيك أستاذ عبد الرحمن؟ أنا إذا تسمح لي، أنا تحدثت في مناسبة سابقة عن موضوع الاقتراض، وقلت الاقتراض الخارجي هو مو منا علينا إذا كان من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي، لأنه إحنا أعضاء مؤسسين في هذه المؤسستين، ومن حقنا أن نطالب بدفع بعض الاستحقاقات عندما نمر في أزمة مالية. وبالفعل العراق مر في أزمة صعبة خانقة، وليس منا علينا إذا أرادوا يقرضونا. ومثل ما تفضل الأستاذ الدكتور فاضل أنه نسبة الأرباح اللي تستوفى من عدها كلش قليلة، والمدة مالتها طويلة، وبعدين تسهيلات كلش هواية. لكن احنا نبقى
لحد الآن أنا في لحد معلوماتي أكو 42 مؤسسة وشركة ودولة على صندوق النقد الدولي إحنا مستدانين من عندها. يعني ميزانية 2019 ما أقرت، بس أنا أذكر ميزانية 2018 كانت بها من سداد الديون للي للقروض اللي المستحقة علينا مبلغ هائل كلش، بحيث ما نقدر نأمن أي شيء للميزانية الاستثمارية. فهذا مواضيع مهمة كان المفروض يحسب حساب في وقت مبكر. على أما موضوع الاقتراض الداخلي، هذا حتحدثنا عن الموضوع الاقتراض الخارجي. موضوع الاقتراض الداخلي منين راح يصير؟ راح يصير من المؤسسات المالية والمصرفية المتواجدة على الساحة العراقية. هذا الموضوع بحد ذاته هو أيضا مشكلة. لو نعرف إحنا كل زين أن وجودا رئيسيا بالعراق الرافدين والرشيد اللي هم حكومية تستحوذ على 80% من السيولة المالية في خزاناتها، والبقية متواجدة بالشارع، والجزء القليل من عدها جدا موجود في خزائن المصارف الأهلية، أما البقية فمكتنز عند أصحاب رؤوس الأموال لفقدان الثقة بين المؤسسة المالية وبين المواطن. ولذلك لو كانت هذه الأموال موجودة بشكل طبيعي لكان حركت عجلة الاقتصاد. ولذلك احنا من نقول الاقتصاد قصدي الاقتراض الداخلي أفضل ما أنه نروح إلى مؤسسات وشركات أخرى نقترض من عندها ودول نقترض من عندها بشروط مجحفة وبشروط طيب صعبة. يعني حتى أفكك قضية الاقتراض، يعني ربما الرؤية يعني ليست واضحة، ربما تكون واضحة في قضية الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي مثلا، لكن قضية الاقتراض مو بس صندوق النقد، أنا قلت لك حتى دول مانحة مؤسسة ودولة وشركة. نعم حتى نعم. دول مانحة. لذلك أستاذ صالح الهماشي رحب بك ضيفا في حوار التاسعة، سعداء بانضمامك إلينا الآن. الاقتراض الداخلي من هي الجهات التي ستمنح الحكومة بعض المال في سبيل تسد حالة العجز مننا حتى نكمل 2020؟ أكو صوت شباب نقدر نسمع الأستاذ صالح؟ يمكن إحنا نسمع أنت تسمعنا بس إحنا ما نسمعك، فعذرا خلينا نعيد تأهيل قضية الصوت وبعدين نرجع الجنابك. أستاذ عبد الرحمن الشيخلي شنو أردت تقول على قضية الاقتراض الداخلي؟ قلت لك الاقتراض الداخلي احنا نحاول قدر المستطاع انه نستعين على الاقتراض الداخلي من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية، من خلال بيع سندات حكومية او تشغيل يعني بعض المنشآت والمشاريع من خلال الاستثمار للقطاع الخاص. يعني هواي اكوش من المستثمرين العراقيين اللي طلعوا بالخارج العراق او اللي موجودين بالعراق ما يحاولون ان يغامرون باستثماراتهم داخل العراق، واللي بالتالي هذه نتائج الاموال اللي راح يستخدموها راح تعزز الموازنة وبالتالي راح تقلص الفجوة الكبيرة اللي احنا نتحدث عنها. ليش؟ لأنه قلنا بالبداية أنه العامل الأمني هو واحد من الأمور اللي يمنع الاستثمار الداخلي، وبالتالي الاقتراض الداخلي يعني أنا إذا أنا وأصحاب رؤوس الأموال اللي هربوا بأموالهم من العراق بسبب الوضع الأمني اللي كان يعيش العراق والوضع الأمني الهش والصعب، الآن يفترض أنه يرجع، لكنه ده تلاحظ الوضع السياسي يوم بعد يوم تظهر لنا عرقلات وتظهر لنا مشاكل، بحيث ما تأمن على المستثمر العراقي اللي هارب للخارج أن يجي. فكيف وهذا السؤال؟ إذا إحنا منين نقترض في قضية الاقتراض الداخلي؟ لا إحنا عندنا حوالي 72 مصرف أهلي بالعراق عدا المصارف الحكومية 6، وهذول كلهم عندهم أموال. نعم صحيح هي الأموال اللي عندهم السيولة بدأت تشح بالآونة الأخيرة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بس الآن بالوقت الحاضر يعني إحنا إذا تريد تأخذ ملاحظة مهمة، أولا ارتفاع نسبي لسعر برميل النفط، اثنين قل بعد انتهاء عصابات داعش والسيطرة عليها وتحرير المدن اللي كانت مسيطرة عليها، هذا أيضا وفر لنا كثير. بعدين حتى موضوعة الفساد تكاد نشعر ونتبشر بخير من يعني نوعا ما قلت نواحي الفساد اللي كانت مستشيرة بشكل يزكم الأنوف.
فهذا كلها طيب. تعزز الموازنة اللي احنا بصدد. جيد. اذا اللي فهمته بانه قضية الاقتراض الداخلي هي من مصارف بالامكان ان تكون عون للحكومة العراقية. استاذ صالح معذرة على مشكلة الصوت، يمكن الان تسمعنا ونسمعك صح؟ نعم اسمعك واضح. اهلا وسهلا استاذ صالح مرة اخرى. هل المصارف الموجودة في العراق الأهلية لديها من القدرة المالية أن تقرض الحكومة العراقية حتى فقط تتجاوز يعني أزمة السيولة الموجودة عندها في 2020؟ بداية تحية لك سيد الفاضل ولا ضيوفك الكرام ولا مشاهديكم الكرام، شكرا على هذه الاستضافة. طبعا المصارف العراقية لديها قدرة، ولكن المطاولة على الاقتراض هي صعب جدا. يعني لا يمكن أن تكون كل سنة في ميزانية الدولة هناك عجز والمصارف تبدأ تقرض الدولة العراقية، سيؤدي إلى قلة السيولة النقدية، وسيؤدي أيضا كذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي. هذه كلها المشاكل ستتأثر بها النقد العراقي. لكن الحكومة العراقية عليها أن تضع خطة لفترة الاقتراض، يعني كم ستقترض، إلى سنة أو سنتين أو ثلاثة، حتى تفعل حتى تضع ورقة إصلاح حقيقية للاقتصاد العراقي. نحن لا نمتلك اقتصاد اليوم، نمتلك مالية فقط. العراق ليس لديه اقتصاد، لديه مالية، لديه أموال تأتيها عن طريق النفط، ثم تعود إليه أموال، ثم تخرج هذه الأموال وتعود على شكل سلع وخدمات. هذه المعادلة المالية الموجودة في العراق. لذلك ليست لديها خيارات أي حكومة، يعني بالعراق ليست لديها خيارات، يا أما الاقتراض يا أما التقشف. الاقتراض الداخلي اقتراض محدود وليس مطلق، يعني لفترة زمنية لسنة أو سنتين ممكن أن تقترض، ولكن المطاولة كل عام أن تقترض ستؤدي إلى إفلاس المصارف هذه. ستلجأ الاقتراض الخارجي. اليوم التصنيف الائتماني العراقي بي سالب، احتمال زيادة الديون العراقية ينخفض إلى سي، يعني يقع ضمن الديون المعدومة، ترتفع نسبة الفوائد على العراق. وشنو معنى سي؟ شنو معنى ليفل سي أستاذ صالح إذا وصلنا له؟ يعني لا توجد جهة تقرضك، يعني الأموال تذهب ولن تعود، تسمى بالديون المعدومة. ضمن الديون المعدومة تكون فوائدها عالية جدا، الدولة حتى اللي تقرضك ضمن شروط وفوائدها جدا عالية، وحتى تصل مرحلة حتى فوائد لا تستطيع أن تقدمها الدول، وحتى شروط لا تستطيع أن تقدمها، فتبقى حائر، لا توجد هناك جهة تقرضك. واليوم يعيشها العراق هذه الحالة حقيقة. اليوم كثير من الجهات، وكالة الطاقة اليابانية كانت تقرض العراق على مسألة الطاقة، اليوم امتنعت عن اقراض العراق لمساله تمويل الطاقه العراقيه. استاذ صالح، اكو امكانيه بانه عفوا الحكومه العراقيه تذهب الى المصارف العراقيه وتقول لهم اقرضونا والمصارف ما تقبل؟ اكو عدا هيك صلاحيه؟ لا، مو المصارف العراقيه ما تقبل، ولكن تصل الى مرحله المصارف العراقيه تنخفض السيوله النقديه لديها، لا تستطيع، ليس لديها قدره على الاقراض. تصل الى هذا المرحلة. شنو تقييمك يعني لقدرتهم الماليه الان؟ يعني اليوم ما تمتلكه المصارف الرئيسيه السته المملوكه للحكومه العراقيه، اللي هو مصرف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي والتي بي اي، هذه المصارف السته اللي تمتلكها الدوله، كل راس مالها لا يتجاوز 32 تريليون دينار عراقي، هذا الراس المال اللي تعمل به. إذا أقرضت الحكومة العراقية اليوم 5 تريليون والسنة القادمة 7 أو 10 تريليون، خلال سنتين أو ثلاثة تنخفض نسبة السيولة النقدية لهذه المصارف وتصبح عاجزة على الإقراض. هذه المشكلة المحدودية. إضافة إلى شيء آخر، مثل ما تفضل ضيفكم الكريم أستاذ الدكتور عبد الرحمن أستاذنا ورجل قامة اقتصادية محترمة، هناك عدم ثقة بين المواطن، الأموال لا تكتنز لدى المصارف، تكتنز بالبيوت والمنازل لدى التجار. اكثر من 55 تريليون دينار عراقيه موزعه في جيوبنا وفي البيوت وفي الاسواق، لا توجد ثقافه مصرفيه. هذه الثقافه المصرفيه لم تاتي بسبب عدم وجود ثقه بالمصارف العراقيه، سواء كانت الحكوميه او الاهليه، فمن اين ستاتي بالاموال؟ هذه المشكله الموجوده بالمصارف، وهذه المشكله ستواجه انه طيب. محدوديه رؤوس الاموال ايضا المصارف ليست مصارف عالميه لديها قدره على طبع العمله، ولديها قدره ولديها استثمارات. حتى المصارف، يعني حتى تقسم نشاطات المصارف الحكوميه نشاطاتها الماليه
هي دائما بالخدمات المصرفية تقدمها للدولة، والمصارف الأهلية مختصة بمزاد العملة، وتركوا موضوع الاستثمار. تجد المصارف العالمية لديها أسهم في شركات، لديها أيضا استثمارات في مؤسسات أو مؤسسات اقتصادية كبيرة. اليوم احنا ما عندنا، المصارف الحكومية لا تمتلك استثمارات في مصانع أو في مزارع أو في بورصات أو إلى آخره، ما تمتلك هذا الشيء، فقط عايشة على الخدمات المصرفية اللي تقدمها، فلهذا هي محدودية رؤوس الأموال، يعني إلى محدودية الاقتراض. أكو تصور يقول لك هذا الرأي هو عبارة عن رأي طارئ، الحكومة جديدة، الوضع 2020 دا يمشي بطريقة ترقيعية إلى حد ما لحد ما تتضح رؤية وموازنة 2021. أستاذ فاضل، هل الظرف المالي العراقي، الوضع الاقتصادي العراقي راح يبقى مثل ما هو ب 2021 لو تعتقد أكو رؤية مالية حقيقية لإدارة الموارد وتنشيط الموارد غير النفطية حتى نطلع من قضية الاعتماد على الوارد النفطي؟ طبعا لا، طبعا يعني حقيقة معذرة، السؤال الأستاذ فاضل، أرجع لك أستاذ صالح، معذرة. نعم، لا حقيقة يعني العراق مو اليوم، إنما إحنا قبل أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة كنا نحاول دائما أن نعظم الواردات غير النفطية، ولكن لم نستطع، والسبب الرئيسي معروف، عدم سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية اللي هي معظم الواردات غير النفطية تأتي من الجمارك، يعني من المنافذ الحدودية، فهذا كان سبب رئيسي. والسبب الرئيسي الثاني حقيقة حاولنا كثيرا وزارة المالية والبنك المركزي أن ندعم القطاع الخاص، وبدينا ببعض القروض، وبنك المركزي قدمت 5 مليار دولار يعني كقروض للقطاع الخاص، لشركات القطاع الخاص، ولكن مع الأسف استفادت من هذه القروض بعض الناس غير الصناعيين، ولم تستطع الحكومة العراقية أيضا تنشيط القطاع الخاص رغم الدعم اللي قدمنا لهم. بالنسبة لحتى المصارف الأهلية، احنا وزارة المالية دعمناهم حقيقة بشكل كبير، حتى موضوع الإلسي اللي كان البنوك في المصارف الحكومية في تلك الزمن كانت حقيقة مصارف صغيرة، يعني رأس مالها كان قليل قبل ما تصدر هذا القرار من البنك المركزي بأن يجب أن يرفعون الرأس المال إلى 250 مليار دينار، كانت مع هذا كنا نساعدهم بأنه يفتحون الاعتمادات المستندية أول مرة لحد 1 مليون دولار، بعدين 2 مليون، وبعدها 4 ملايين دولار يفتحون الاعتمادات المستندية، والحكومة يعني تعتمد عليهم في فتح هذه الاعتمادات المستندية فقط في سبيل تنشيط الاقتصاد، ولكن مع الأسف كل هذه الخطوات راحت هباء منثورة، يعني ماكو نتائج حقيقة، لم نلمس أي نتائج إيجابية عن الاقتصاد العراقي رغم كل هذه المحاولات. هذا الكلام هذا الكلام طيلة السنوات الماضية أستاذ فاضل، يعني تحكي عن 17 سنوات. نعم، ماضية. نعم. فالوضع الآن يعني الوضع الاقتصادي، الوضع الاستشاري، الموجودين أكيد تعرفهم جنابك، الموجودين الآن في حكومة السيد مصطفى الكاظمي عندهم القدرة على تجاوز إخفاقات 10 سنوات السنة الحالية في الموازنة المقبلة. دكتور، دائما أنت من تنظر إلى المستقبل تدرس الواقع والماضي حتى تنظر إلى المستقبل وتتوقع أو تتنبأ بالمستقبل. فلذلك السبب أنا لا أشوف أي انفراج في الوضع المالي للسنة القادمة 2021، وإن شاء الله أكون خاطئا، ولكن حسب توقعاتي إن كانت أو إن تستمر هذه المشاكل السياسية في العراق وضرب السفارات، سوف تكون تدهور الوضع الاقتصادي والوضع المالي في العراق بشكل كبير جدا. فلذلك السبب هذا حقيقة أنا جلوب أحمر، يعني ضوء أحمر راح أشعلها للسياسيين العراقيين، يجب أن يفهموا، لأنه دكتور إحنا في السنوات الماضية منو كان يساعدنا حتى نوصل إلى كل هذه النتائج أو حتى الاتفاقات اللي كنا نبرمها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإلى آخره؟ أمريكا كانت تساعدنا وتدعمنا بشكل كبير جدا في كل هذه الاتفاقيات،
وإذا انسحبت السفارة الأمريكية أو سفارات بعض الدول الأوروبية اللي ساعدونا، لأن مثل ما تفضل الأستاذ عبد الرحمن إحنا اقترضنا من كثير من المؤسسات والبنوك الأوروبية أيضا، الإيطالية والألمانية والسويدية والبريطانية وإلى آخره، كانوا يساعدوننا في هذا المجال. هذه المساعدة وهذا الدعم إذا لم يبقى في يعني لدعم العراق، أنا أعتقد الوضع تدهور بشكل أكبر. يعني كلامك أستاذ فاضل، طبعا أنا جاي على هذا الموضوع وأريد أفهم يعني علاقات الاقتصادية في قضية استهداف البعثات وما يدور من أخبار صار لها 4-5 أيام، لكن هل هذا الوضع القائم، قضية الاستهدافات، الإصرار على الصواريخ قبل قليل والأخبار العاجلة تتحدث عن سقوط صواريخ قرب مطار أربيل، يعني أخبار تتحدث باستهداف قاعدة تحالف دولي، ناس تقول تستهدف مقر حزب إيراني معارض على اتحال، تبين الأمور بعدين. لكن هل هذا الوضع الأمني المتردي يؤثر على قضية الاقتراض من البنك الدولي بحيث أي جهة مانحة ترفض أن تساعد العراق؟ الدكتور، يؤثر بشكل كبير. خلي أيضا نرجع للماضي، يعني شوية نرجع للماضي. في يعني الأعوام السابقة أمريكا دعمتنا بشكل كبير، يعني اتفاقية SBA اللي أنا كنت رئيس الوفد العراقي في عام 2016، يعني شهر العاشر 2016 بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، صدق مساعد وكيل وزارة الخارجية ومساعد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية كانوا مرات يوقفون بالممر حتى يشوفون إحنا وين وصلنا مع الصندوق في الاجتماعات، أو كانوا يقعدون في القاعات الأخرى حتى يساندونا في هذا الأمر. يعني إلى هالدرجة كان يهمهم أن يساعدون العراق يعني يطلعون العراق من الوضع السيء الاقتصادي اللي هم به. و يعني أنا أقولها كأمانة، كثير من الناس عبالهم الشروط، شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خاصة الصندوق، كانت شروط قاسية على العراق وما أدري إلى ذلك. هذا الكلام أنا كنت، لأنه في كل هذه الاجتماعات موجود، إن لم أكن رئيسا كنت نائب رئيس الوفد، يعني وفي معظم الحالات كنت رئيس الوفد. صدقني كل ما كانوا يريدون من عندنا كوزارة المالية وكحكومة العراقية هي الإصلاحات، والإصلاحات كانت طبعا من صالح الشعب العراقي. ها، تتحدثون دائما عن إصلاحات سياسية يتجاوزوا على حقوق تتعلق بالموازنة، بمحاربة الفساد. لا معظمها وضع عمني، معظمها إصلاحات اقتصادية. لا طبعا إصلاحات اقتصادية، محاربة الفساد، دعم القطاع الخاص، التخفيض موازنة تشغيلية، زيادة في الموازنة الاستثمارية، يعني كل شيء طلبه من عندنا هي كانت لمصلحة العراق والشعب العراقي. أضف إلى ذلك، يعني ضيفك الكريم تفضل على 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 تصنيف الائتمان للعراق. التصنيف الائتمان للعراق بناقص لحد الآن. طبعا تعرف إحنا ردنا نصدر خلينا نقول يورو بوندس، يعني السندات اليورو الخارجية يعني للخارج. عندما ذهبنا إلى الخارج لتسويق هذه السندات مع بعض البنوك اللي ساعدتنا، منها HSBC ودويتشا بانك وجي بي مورغان، كانوا معنا في سبيل تسويق السندات الخارجية العراقية، ولأول مرة كنا نصدر السندات الخارجية. تعرف رادوا الفائدة إيش قد؟ يعني نسبة الفائدة رادوا من عندنا 11.5، يعني 11.5%. شوف شقيت نسبة الفائدة عالية. فإذا أنت صدرت السندات بهذا الشكل يعني أنت خربت بيت العراق. ولكن عندما رجعنا أنا طلبت من سيد رئيس الوزراء أن نتصل بالأمريكيين خلي يساعدونا يضمنون السندات الخارجية العراقية، لأنه أمريكا عندها التصنيف الائتماني AAA، تعرف AAA أعلى مستوى بالتصنيف الائتماني. طيب. فحاولنا كثيرا، حاولنا مع وزارة الخارجية، أيضا أنا كنت في أمريكا، حاولنا مع وزارة الخارجية ومن ثم مع وزارة الخزانة وأخيرا مع المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض، ويعني أقنعناهم بأنهم يضمنون هذه السندات. تعرف صدرنا السندات بنسبة الفائدة شقد؟ 1.46%، يعني أقل من 1.5%. شوف أمريكا إلى يا حد
ساندت العراق بالامور الاقتصاديه والماليه. اذا يعني اذا دكتور اذا استاذ فاضل نحن طيب اذا هذا الدعم ما يبقى نحن امام خطر حقيقي في حال غادرت البعثات الدبلوماسيه العراق وتوقف التعاون ما بين دول تلك البعثات والعراق باختصار. خطر كبير جدا، خطر اقتصادي كبير جدا، عدا الخطوره يعني السياسيه والعسكريه. طيب انا اتحدث عن الجانب الاقتصادي فقط. طيب استاذ عبد الرحمن الشيخ لي، انا فقط اريد قبل ما يعني اناقش وياك قضيه تاثير الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بالازمه السياسيه، فقط الاجابه على سؤال خطوره الاقتراض الداخلي والخارجي على الاقتصاد العراقي. احنا قبل يمكن في حلقات الاسبوع الماضي، مو هذا الاسبوع، الطفل العراقي يولد هو مديون يمكن 3000 دولار حسب ما قيل من احد ضيوفنا. اذا استمرت سياسه الاقتراض الداخلي او الخارجي احنا وين رايحين في اقتصادنا؟ استاذنا الكريم، هو صحيح يعني اكو خطوره بهذا الموضوع، لكنه مو بهالحجم، هذا المبالغ به، هذه مبالغه بها. واقتصاد العراق اقتصاد واعد وقادر على ان يتجاوز هذه الازمه بشكل سهل. طبعا ذكرت اللي قال هذا الكلام، عضو مقرر اللجنه الماليه في مجلس النواب الاستاذ احمد الصفار على شاشة الفلوجة. مع احتراماتي إلى كل الأخوان وأساتذتنا أعضاء مجلس النواب، وإذا كانوا حتى من بعض المسؤولين في الدولة، مع الأسف أحيانا يطلعون على شاشات التلفزيون أو يصرحون ومسموعة ومقروءة ويصرحون بتصريحات ما إلها صحة، أو أحيانا تكون تصريحاتهم بها نوع من المبالغة لأنهم ما يعرفون هذه التفاصيل. يعني مع الأسف أنا ما أريد أذكر أسماء، أحد أهم زملائنا في مجال الاقتصاد قبل فترة صرح يقول عملية الموازنة أو الرواتب أو التحويلات الخارجية تتقسم إلى 3 أقسام، 2 من عندهم للفساد المالي والإداري، وواحد من عندهم بس هو الحقيقي. لا، هذا النوع من الحكي والكلام هذا يحب يعني يزعزع الوضع الاقتصادي السيء هو أساسا، لكنه احنا اقتصاد واعد واقتصادنا الحمد لله والشكر مستقبله جدا جيد، لكن علينا مثل ما قلت لك بالبداية لازم اللي ما يحسب حسابات المستقبل راح نوقع بمشاكل كبيرة. أما موضوع الاقتراض إذا مثل ما تفضل هسه قبل قليل الأستاذ فاضل، لاحظ الفرق بين 11% فوائد وبين 1 و25% فوائد، يعني باوعش قد الفرق. هذه المسائل تتعامل بالسياسة، هذه أنا ما أريد أحكي بالسياسة بس، الدبلوماسية والسياسة في هذا المجال مع عملائك، مع من تتعامل معهم، يجب أن تكون بطريقة سلسة وغير هجومية. يعني أنت تجي تريد تتعاونك أمريكا حتى تحسن اقتصادك في بعض الجوانب وتجي تضرب سفارتهم، تجي تروح الرت المالهم، وهو جايين احنا ما نريد نحكي بهذا الموضوع، هم جايين بدعوه من الحكومه العراقيه، ما جايين دي يتونسون، بعدين هم اللي دي يعترضون عليهم، من هم؟ مو هم نفسهم اللي جاوا من خلال الدبابه الامريكيه؟ على كل، فهذا الموضوع احنا يجب ان نستخدم اسلوب العقلانيه واسلوب الواقعيه واسلوب حساب المستقبل، ودائما لازم نحط في بالنا يا استاذ عبد الرحمن، اي حساب مستقبل؟ استهداف أرتال التحالف الدولي لا زال مستمر، العبوات لا زالت تنفجر وتزرع بطريقة متطورة، اليوم عبوة انفجرت على طريق مطار بغداد، يعني مو بس طريق خارجي على اللطيفية والمحمودية أو سامرة أو صلاح أو أي محافظة أخرى، لا يعني الموضوع ده يتطور. قبل شويه صواريخ على مقر حزب معارض، تتأكد الأخبار، على كل التصعيد مستمر. احنا اكو مخاطر اكبر من هذه، يعني احنا نريد نجذب الاستثمار الخارجي والاجنبي، نجيبه لبغداد او نجيبه للمحافظات العراقيه حتى تشتغل هنا وحتى تمتص البطاله وحتى تحقق لنا زياده في الموازنه ومدخولاتها، وتالي متالي احنا نجي نهزم المستثمرين. يعني اضرب لك مثال بسيط، كلش بسيط، اصحاب المشاريع العراقيين منهم بالذات، قبل فترة أنا التقيت مع بعض 2 من زملائي مع أحد المستثمرين العراقيين اللي مقيم في بريطانيا، أجا لهنا أنا بناء على دعوة وقعدنا وحكينا وسولفنا وياه وهذا واتفقنا على كثير من الشغلات،
ورا ما خلصنا قال باع اللي اقول لكم اللي قدام انا دولار واحد ما انطي رشوه. قلنا لا لا ان شاء الله احنا من وياك مدري ايش. وهذا تالي لما راح على المسؤولين اللي بالدوله واللي لازم يتعامل وياهم حتى يحقق هذا الاستثمار طلبوا منا مبالغ اكثر من ما معقول. دار وتشور اخذ غيراته ودار وتشور رجع البريطاني وعاف هذا الاستثمار الخارجي. طيب هذا نموذج. النماذج اللي داريد نتحدث عن هذا الموضوع كثيره. يعني انا اجي صاحب مشروع كبير استثماري اريد اسوي لي مشروع بالعراق حتى اشغل ايدي عامله حتى ازيد من الايراد الموازنه، ونتفاجئ به انه لما يريد يروح يقابل لاحد المسؤولين لازم يدفع رشوه حتى يقابل هذا المسؤول، او اذا ما كلش اذا كان المسؤول على مستوى اقل من الوزير او عضو مجلس نواب لازم يروح يقعد لفت ساعه ساعتين بالاستعلامات ده ينتظر حتى السيد المدير العام او السيد المسؤول يستقبله. هذا شخص صاحب راس مال، هذا مستثمر. كل الدول الديمقراطيه اللي نعرفها اذا كانت بريطانيا امريكا اليابان اي دوله من الدول الراسماليه صاحب السياسه واللي يقود السياسه هو الراس مالي. طيب رأس المالي هو اللي يصنع السياسي، يجب أن أعطي للرأس المالي حرية في التصرف وفي حتى في اختيار وتنسيب المسؤول. يعني إحنا لحد الآن أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الحكومية تفتقر إلى وجود عناصر من القطاع الخاص وخاصة من أصحاب رؤوس الأموال، وهذا اللي حتى يملون عليهم بشروط معينة حتى ينجحون. يعني إحنا نشوف هسه بالوقت الحاضر كل الاقتصاديات الناهضة المنافسة اللي يعني نافست بشكل كبير خلال 20-30 سنة كلها كانت بعقول اقتصادية ووصلت إلى سدة الحكم وإدارة الدولة. لا أنا أسألك سؤال، يعني هل أحد من الرؤساء الدول الديمقراطيات العريقة جابته الواسطة أو الرشاوي لو جابته رؤوس أمواله اللي هو يصرف عليها؟ قابل راح قام يقدي من الشركات تعالوا ادعموا حملتي الانتخابية اللي هو اللي يدعم. فإذا هذا الموضوع لازم يؤخذ بنظر الاعتبار بشكل جدي. احنا بالوقت الحاضر يعني انت تتذكرون قبل 2003 ما كان عندنا اصحاب رؤوس اموال سوى اشخاص قليلين جدا كانوا موجودين في الساحة العراقية، وسرعان ما باعوا مؤسساتهم ومصانعهم ومشاريعهم باعوها وهربوا بأموالهم للخارج، شي راحوا للخليج، شي راحوا الاردن، شي راحوا لتركيا، راحوا حتى يستثمروا اموالهم لانه بيئة غير آمنة بالوقت الحاضر بالعراق، لذلك ما يقدر يستثمر. ناهيك عن موضوع المحاربة، يحاربوه هذا شلون انت تقدر تريده يشتغل؟ طيب انا حتى ارجع لما هو تجذب الاستثمار الخارجي وانت الاستثمار الداخلي ده تهزمه من داخل. انا بس حتى ارجع الى قضيه الازمه القائمه الان، الناس قاعده تسولف مستقبل العراق الاقتصادي تحديدا في ظل يعني ازمه اقتصادية، في ظل أزمة سياسية، أزمة دبلوماسية موجودة أو مهدد بها العراق. أستاذ صالح لماشي، الناس تعتقد بأنه هذا الحديث عن أزمة دبلوماسية لها تداعيات اقتصادية. أكو ناس تقول ترى هذا الموضوع كله عبارة عن يعني تصعيد إعلامي غير مبرر، لا أحد يغادر العراق ولا أحد يريد ترك العراق. فإحنا يعني كيف نتعامل معها من ناحية الاقتصادية، أو كيف تنظر إلى جدية هذه التهديدات، سواء كانت تهديد فعلي أو أنها دعايات لأغراض انتخابية تتعلق بمستقبل الانتخابات الأمريكية؟ طبعا أستاذ، يعني هو رأس المال الاقتصادي يتأثر بكل شيء، أي أزمة اقتصادية أو دبلوماسية يتأثر سلبا. عندما تتحسن هذه العلاقات يتطور، هناك تعاون اقتصادي، تعاون تجاري، تعاون ثقافي، تعاون مالي، هناك ضمانات، نعم يبدأ اقتصاد ينمو. لكن عندما تصبح توترات خاصة مع دول رأسمالية كبيرة يعتمد العراق عليها بشكل كبير جدا، اليوم على أبسط شيء، يعني اليوم العالم كله بسبب الفائض في المعروض من النفط بالنفط العالمي تبحث، بدأت الدول المنتجة النفط تبحث عن أسواق، هذا أيضا سوق يضرب يعني بالنسبة لتصدير النفط العراقي، وهناك منافسة حتى يعني المملكة العربية السعودية أخذت حصة العراق في الهند وهكذا. فاليوم عندما تحدث هذه الأزمات بالتأكيد سيتأثر على التبادل التجاري، على الحصة السوقية، على مسألة الدعم المالي، أيضا الضمانات، أموالنا أيضا بالبنك الفدرالي الأمريكي محمية، كل هذه الأمور تأخذ بالاعتبار. فأي توتر اقتصادي أو دبلوماسي
يؤدي الى تبعات اقتصاديه، اذا كان توتر سلبي طبعا توتر يعني سوء العلاقات بالتاكيد سيتاثر. العراق في ظل هذه الفتره، في ظل هذه الازمه، لا يتحمل اي ازمه اقتصاديه، اي ازمه اقتصاديه بسيطه جدا. العراق يتاثر بانخفاض اسعار النفط، العراق يتاثر بالانواء الجويه اذا كانت غير جيده بتصدير النفط، العراق يتاثر باي وباء يصيب العالم، يتاثر بكل شيء، يتاثر بخلاف اذا حدث ما بين ايران والسعوديه يتاثر الاقتصاد العراقي. اقتصاد هش جدا، قلت لك ماليه تتاثر بكل شيء، حتى مساله تمديد السماح للعراق لاستيراد الطاقه من ايران 60 يوم، اذا ما اعطى التمديد او اعطى السماحات للولايات المتحده الامريكيه للعراق باستيراد ايضا تفرض عليه عقوبات، وهذه ملزم العراق بتنفيذها، خاصه وان اغلب اموال العراق هي بالدولار والتعامل مع المصارف الامريكيه، واذا فرضت عقوبات على المصارف العراقيه او المؤسسات الماليه العراقيه ستنهار الماليه العراقيه. بالتاكيد هناك مشاكل كبيره وتداعيات كبيره، العالم كله يتجنب اي مشكله من اجل الحفاظ على الاقتصاد، لكن نحن اليوم نعيش في مشكله اقتصاديه ومع ذلك نختلق المشكلات السياسيه والدبلوماسيه مع كل الدول. انا لا اقصد بالذات الولايات المتحده الامريكيه، كل الدول سواء كانت دول اقليميه ودول عالميه، هذه ليست بصالح العراق. اليوم العراق عليه ان يظهر يعني للعالم كله بلد مستقر سياسيا وامنيا، لان راس المال جبان لا يدخل الا في البيئه المستقره، لا يدخل بالمخاطرات الكبيره، يتجنب المخاطره. وجود مشاكل سياسيه وصراع سياسي وجود مشاكل لو افترضنا استاذ صالح، حتى شويه نتنبأ بالمستقبل، ان هذه الازمه حقيقيه والتصعيد هذا حقيقي، واستمرت سلسله الهجمات الكاتيوشا وانفجار العبوات الناسفه، الاقتصاد العراقي شلون راح يمشي؟ وين ماضين به الجماعه؟ يعني اعتقد ستلجأ الحكومه الى خيارات ماليه، اولا رفع سعر صرف الدينار العراقي، وهذا سيؤثر بشكل يعني هو تخفيض رواتب بصوره غير مباشره، سيؤدي الى عجز الدوله عن سداد رواتب موظفيها، التزاماتها الداخليه والخارجيه، ستؤدي هذه عدم وجود سيوله نقديه لدى الدوله العراقيه الى كساد كبير بالسوق، لانه اليوم العراق يعني السوق العراقيه يغذى بالاموال عن طريق الرواتب فقط، ما عنده غير هذا الشيء، 100 مليار دولار سنويا ميزانيه العراق تضخ على شكل رواتب وعلى شكل نفقات حكوميه الى السوق العراقيه، فلهذا اكو تبادل تجاري واكو استيراد، لكن اذا ماكو اموال وماكو شراء ماكو تبادل تجاري، كل قطاعات تتوقف، فتؤدي الى احتجاجات كبيره قد تؤثر على النظام السياسي برمته. طيب الحلول شنو الان؟ اعتقد الحلول العراق عليه ان يحسن علاقاته اولا مع جميع دول العالم الاقليميه والعالميه. وعليه ان يتعامل بحسن النيه، هاي من ناحيه، من ناحيه ثانيه عليه ان يضع خطه اصلاح الاقتصاد العراقي، اليوم عندنا قطاعات اقتصاديه موجوده ولكنها متوقفه، قطاع الزراعه متوقف، قطاع الصناعه متوقف، قطاع النقل متوقف، قطاع الاتصالات متوقف، قطاع الخدمات، لدينا كثير من القطاعات الاقتصاديه متوقفه. تفضل ضيفكم الكريم على المبادرات اللي قامت بها الحكومه وباءت بالفشل لانها لم تكن هناك خطه قابلة للقياس ومحددة بفترات زمنية ولم تستهدف، يعني مبادرة دعم المشاريع الصناعية، أي مشاريع صناعية تدعم بالعراق؟ يجب أن تحدد، أكو مشاريع يجب أن تدعم مثل مشاريع الصناعات الإنشائية، يجب أن تحدد قطاعات اقتصادية محددة، وعلى أن تكون وصف لهذه القطاعات وهذه المنشآت تكون مجازة من الدولة. تصور 5 تريليون دينار عراقي خصصت وزارة البنك المركزي لدعم المشاريع الصناعية، لم يستطيعوا أن ينفقوا منها إلا مليار واحد، وأربعة مليار وعيدت، ماكو مشاريع عندنا. الروتين القاتل، نعم الفائدة قليلة كانت 4%، لكن الروتين القاتل، الواسطة، الفساد، كذلك عدم وجود مشاريع مربحة حقيقية ممكن أن أسحب قرض عليها حتى أستثمر أموالي. هذه كلها هذه مشاكل اللي تحدث بالعراق، سوء التخطيط، سوء الإدارة، عدم وجود خطط، لحد الآن لا توجد خطة. أبسط مثال، الحكومة العراقية رفعت الموازنة إلى البرلمان وعيدت، وكان المفروض على البرلمان أن يمرر الموازنة حتى تستطيع الحكومة أن تقترض. اليوم الحكومة ليس لديها قانون الاقتراض، اقترضت 15 تريليون محلية و5 تريليون خارجية، ولكنها لم تغطي العجز الموجود في الميزانية أو في نفقات الدولة، واليوم بحاجة إلى قانون اقتراض، لا يمكن للحكومة أن تقترض بدون قانون.
هذه كلها مشاكل. المشاكل السياسية أثرت قيدت الاقتصاد، حجمت الاقتصاد وقتلت الاقتصاد العراقي. أضرب لك مثال، ما زالت لحد هذه اللحظة الفكر الريعي هو المسيطر على صناع القرار وحتى على السياسيين. هم يعتقدون النفط سيترتفع أسعاره في المرحلة القادمة وسنحل المشكلة، لكن إذا ما ارتفعت كيف؟ وخاصة أن التباطؤ النمو العالمي، آخر تقرير أنه صندوق النقد الدولي 5.2% تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، يعني انخفاض، أيضا انخفاض على طلب النفط، هذا أيضا سيؤثر على أسعار النفط. وزير النفط العراقي قبل شهر يطلع يصرح يقول العراق لديه قدرة على تصدير 5 مليون برميل نفط يوميا، وفي عام 2025 يستطيع أن يصدر سيصل إلى 7 مليون برميل يوميا. طيب أنت تفكر بالإنتاج النفط، لا تفكر في صناعة النفط. لدينا 11 مصفى بالنفط نفطي في العراق لا تستطيع أن تسد حاجة الاستهلاك المحلي. كان المفروض يترك مسألة إنتاج النفط ويتحول إلى الصناعة النفطية، وأن يطور المصافي، وأن يطور إنتاج المصافي، وأن يزيد من نوعيات المشتقات النفطية، أن يحسن الإنتاج، أن يبني مصافي جديدة. هذا يجب أن تتوجه الدولة نحو هذا الخط، لكن بقت لحد هذه اللحظة ترفع إنتاج النفط على أمل أن ترتفع أسعار النفط، أن يزيد طيب الطلب عن النفط بس حتى تسوق للسوق. هو العراق اليوم معذرة أستاذ صالح، يعني كل اللي قيل بالبرنامج إلى حد ما صراحة مبعث قلق للرأي العام، للناس اللي تشوفنا الآن، غياب الرؤية، الاقتراض، الوضع السياسي، الوضع الأمني، ارتباط الوضع الأمني، هروب المستثمرين ورأس المال. وبالتالي أستاذ فاضل، هل يعني هناك أفق أن يتغير وضع العراق في 2021 لتبنى رؤية اقتصادية أخرى للحالة العراقية؟ في الحقيقة أولا يجب أن يعني في سبيل حتى نقدر نمر أو نعبر هذه الفترة، نعبرها بشكل صحيح وتعد موازنة 2021 بشكل جيد، يجب على الحكومة العراقية أن يكون أو تكون يعني حكيمة في علاقاتها مع كل الدول، ويجب على الساسة العراقيين يعرفون هذه الحقيقة، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، هذه أولا. ثانيا يجب أن تعتمد العراق على الإيرادات الأخرى أي غير النفطية، يجب أن تعمل على زيادة هذه الإيرادات، سواء تكون المناطق أو منافذ الحدودية أو بالنسبة للضرائب أو بالنسبة لبعض الإيرادات الأخرى غير النفطية. والنقطة الثالثة، أنا مع أستاذ صالح حقيقة، يجب أن ندعم القطاع النفطي ليس في إنتاج النفط فقط، لأنه من الممكن إذا بقت هذه الجائحة أي جائحة كورونا بهذا الشكل سوف تنخفض يمكن في 2021 الطلب على النفط بشكل أكبر مما موجود حاليا. فلذلك السبب يجب أن نتحول إلى الصناعات النفطية أي المصافي مثل ما تفضل. فعلا يعني العراق لحد الآن ما عندها مصافي كافية للإنتاج الداخلي للبنزين والنفط الأبيض وإلى آخره. يجب أن نتحول إلى بعض الصناعات البتروكيميائية، يجب أن ندعم قطاع الغاز في العراق. أنا كنت في الوزارة حقيقة أحد متطلبات أو أحد شروط صندوق النقد الدولي معنا كان تخصيص مبالغ جيدة لموضوع شركة غاز البصرة في سبيل يعني أن تدعم أيضا موارد الغاز الموازنة العراقية. هذه كلها أمور مهمة ويجب على الحكومة العراقية أن يراجعها بشكل جيد. إضافة إلى هذا بالموضوع الاقتراض، مثل ما تفضل أستاذ عبد الرحمن، لا يوجد أي خطر على العراق، لأن خطر الاقتراض موجود على الدول الفقيرة. العراق ليست بدولة فقيرة، لأنه إحنا عندنا يعني تعرف يعني معاد المعادن والنفط وإلى آخره من كل هذه مصادر الدخل. ولكن المشكلة يجب أن تكون عندنا خطة استراتيجية للاقتراض. خطة استراتيجية للاقتراض يجب أني كوزارة المالية أعرف في أي وقت أقترض وفي أي وقت أسدد القرض. شوف يا دكتور، إحنا في عام 2019 أي في زمن حكومة الدكتور عادل عبد المهدي
معدل إيرادات النفطية فقط كانت أكثر من 6.5 مليار دولار، أي قريب من 7 مليار دولار معدل، ها معدل شهري. لو كان أكو خطة استراتيجية ما مثل ما كنا إحنا نعمل عليه سابقا، الاقتراض الخارجي لا، هذا عنده الجدول الخاص به، وإحنا كل 6 أشهر كنا نسدد ما في مشكلة. ولكن الاقتراض الداخلي احنا كنا نصدر سندات الخزينة لمصرف الرشيد ومصرف الرافدين خاصة، لان المصارف الاهلية ما عندها هذه الامكانية بهذا الشكل، فهي المدة مالتها سنة واحدة وقابلة للتجديد. فبدل ما ان يجددون لو في عام 2019 مسددين جزء يعني كل شهر مليار دولار، لانه وما كان يؤثر نهائيا على الوضع الاقتصادي في البلد، مليار دولار لو مسددين كل شهر كان 12 مليار دولار سددوا من هذه القروض، اليوم كانوا يستفيدون من هذا التسديد اللي هم سددوا، ولكن مع الأسف لم يسددوا دينار واحد من هذه القروض الداخلية. طيب. وبقت هذه القروض، طبعا القروض الداخلية زادت ارتفعت بشكل كبير، وانت هسه حاليا تحتاج يعني حتى تصير عندك معلومة يعني أكثر وضوحا في هذا المجال في القرض، تعرف مصرفي الرافدين والرشيد ما بقى عندهم سيولة يعطون قرض للدولة العراقية، قمنا شو نسوي؟ يعني الحكومة العراقية طلبت من البنك المركزي أن تقرض الحكومة، ما أدري تذكر حضرتك لو لا. نعم. البنك المركزي قانونها لا يسمح بدفع القرض إلى الحكومة. أنا حقيقة أعطيتهم حل آخر، بأنه إحنا نصدر سندات لمصرفي الرشيد والرافدين وهم يسوون إعادة خصم هذه السندات في البنك المركزي. شوف هذا طريقة قانونية علمية وهو اقتراض ولكن مو مباشر، وحلينا هذه المشكلة. تعرف احنا أخذنا قروض كبيرة جدا بهذا الشكل من البنك المركزي، ولكن لم يسدد الحكومة العراقية خاصة في سنوات الرفاه، في أشهر الرفاه لم تدفع سنت واحد أو دينار واحد من هذه القروض. هذا كان خطأ. أنت يجب أن تكون عندك استراتيجية متكاملة باستلام القرض، وهذا بكل الأحوال يتطلب يعني حتى ترسم استراتيجية يتطلب يعني حكومة مستقرة، وضع سياسي مستقر، وضع اقتصادي مستقر، وضع أمني بالدرجة الأساس يتيح أكيد. للحكومة أن يعني تبني مثل هذه الرؤى. مع الأسف يعني ضاق وقت البرنامج. شكرا جزيلا أستاذ فاضل نبي، وأشكر الأستاذ صالح الهماشي، وأشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الرحمن الشيخ لي، كنتم جميعا ضيوفا في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، نلتقي غدا بإذن الله في حوار التاسعة في ذكرى تشرين العظيمة الأولى، نستذكرها سوية غدا إن شاء الله. السلام عليكم.